أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء بقيمة بلغت نحو 112 مليار دولار. أقر البرلمان في العراق الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، موازنة مثقلة بالاقتراض الخارجي لتغطية العجز الذي وصل إلى 23 مليار دولار. مع ذلك تم تخصيص نصيب الأسد لوزارة الدفاع وميليشيا الحشد بمبالغ تفوق حاجة محافظات بأكملها من الرواتب، والتي جاءت بنسبة 48%. فالح الساري عضو اللجنة المالية البرلمانية قال إن موازنة عام 2019 التي صوت عليها البرلمان هي الأسوأ في تاريخ العراق، حيث لا تتضمن بابا للاستثمار ولا رعاية القطاع العام. السؤال المطروح في هذه الحلقة: أين موقع المواطن العراقي من هذه الموازنة؟ هل ستحل مشاكل العراق الاقتصادية بهذه الموازنة التي وصفت بالانفجارية؟ الموازنات السابقة أين هي؟ ما كان أثرها على العراق في بلد يعاني ويلات الحروب والبطالة والفقر وسوء الخدمات وحيتان الفساد المستمرة بامتصاص دم العراقيين؟ أرحب بضيفي في استوديو تحت الضوء السيد نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. وأيضا أرحب بالأستاذ صباح العلو الخبير الاقتصادي. أستاذ صباح مرحبا بك. وأيضا أرحب بالأستاذة هداب الكبيسي الخبيرة الاقتصادية. مرحبا بك أستاذة هداب الكبيسي. أهلا مرحبا. أهلا بك. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام نتابع الحوار بعد أن نشاهد سوية هذا التقرير عن هذه الموازنة، موازنة عام 2019 المليارية، وعن إمكانية أن تحل مشاكل العراق الاقتصادية بهذه الموازنة. المتابعة. بقيمة بلغت نحو 112 مليار دولار، أقر البرلمان في العراق الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019. وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 88.5 مليار دولار، بينما سيبلغ إجمالي عجز الموازنة نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولاراً لسعر برميل النفط بمعدل تصدير يصل إلى 3,900,000 برميل يومياً. وتشكل صادرات النفط في العراق نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة، والتي تضمنت إعادة صرف حصة كردستان، والتي تقدر بين 12.7% و 17%. وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعاً بـ 45% عن العام الماضي، وتعد من بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي. موازنة مثقلة بالاقتراض الخارجي لتغطية العجز الذي وصل إلى 23 مليار دولار، وتخصيصات لا تتناسب مع احتياجات المؤسسات واستحقاقاتها، حيث خصصت مثلاً لوزارة الدفاع والداخلية فضلاً عن مخصصات ميليشيا الحشد مبالغ تفوق حاجة محافظات بأكملها. اعتراضاتها على فقرات تضمنتها الموازنة وصفت مخصصاتها بالترفيهية غير الضرورية. فالح الساري عضو اللجنة المالية البرلمانية قال إن موازنة عام 2019 التي صوت عليها البرلمان هي الأسوأ في تاريخ العراق، وأضاف أن الموازنة لا تتضمن بابا للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام. فإذا كانت هذه بنود الموازنة وهذه تخصيصاتها، ترى فتحت أي بند وضعت حقوق الشعب العراقي الضائعة؟ تابعنا سوية هذا التقرير مشاهدينا الكرام بعنوان الحلقة: موازنة عام 2019 المليارية وحقوق العراقيين الضائعة. أبدأ معك دكتور أستاذ نظير الكندوري الباحث في الشأن العراقي. أستاذ نظير، يعني هذه الميزانية هل ستحل مشاكل العراق الاقتصادية بها؟ يعني ميزانية ضخمة 112 مليار دولار. والله يعني أنا في يعني لقاء سابق يعني قلت أن العراق على هذا النظام السياسي الحالي الذي يحكم بغداد الآن، لو كانت له ميزانية تشابه ميزانية الولايات المتحدة
لم استطاع أن يلبي حقوق المواطن العراقي أو يعني مستلزمات بناء البنية التحتية. نعم. ذلك لأن من أصل هذا الفساد، من أصل هذا النظام هو الفساد المستشرفي. فمهما كانت المليارات التي تضخ في هذه الميزانيات لا تؤدي إلى نتيجة حقيقية تخدم المواطن والوطن. ما نلاحظ في هذه الميزانية أنها يعني ليس فيها توازن، هناك تضخم في قطاعات معينة وهناك فقر شديد في قطاعات هي مهمة جدا وتلامس المواطن العراقي. فنلاحظ تضخم في النفقات على الأجهزة الأمنية وعلى وزارة الدفاع والداخلية، بينما نجد فقر شديد بالنسبة للمحافظات التي هي أكثر احتياجاً لموارد مالية، وهي المحافظات التي تعرضت إلى الدمار في الحرب على داعش. هذه المحافظات هي أولى بأن تخصص لها مبالغ كبيرة لكي تعيد بناء بنيتها التحتية. إضافة إلى الشيء الآخر، أن هذه الموازنة لا تساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي، بل بالعكس أنه تكبله بقيود جديدة ترحل إلى الموازنات للسنوات القادمة. فمن هذه القيود الجديدة أن لا نجد هناك تخصيصات كبيرة للاستثمار، والاستثمار بمعناه أنه سيفتح آفاق جديدة للعمل وامتصاص البطالة، لكن الذي يحدث أن المبالغ البسيطة التي خصصت إلى الاستثمار ستذهب في جلها لتسديد الديون للمقاولين والشركات التي يعني أقرضت الحكومة وتطالب الحكومة بمستحقاتها منذ 3 سنوات، وبالتالي فهذه الأموال سوف لن تساهم في إقامة أي مشروع جديد أو يعني لامتصاص هذا الكم الهائل من البطالة العراقية. البطالة العراقية وصلت في صفوف الشباب العراقي إلى ما يقارب 60%، لذلك يعني الأموال تذهب الآن يعني إلى جيوش الموظفين والمتقاعدين والمسجلين في الخدمات الاجتماعية، وهذه هي التي تمتص هذه المليارات التي يكون مصدرها النفط بحدود 90%، والمصدر الآخر هي الديون التي تستقرض من خارج العراق. نعم، أرحب مرة أخرى بالأستاذة الدكتورة هداب الكبيسي الخبيرة الاقتصادية. أستاذة هداب، هل من الممكن ومن المعقول أن هذه الميزانية المليارية لا تصلح حال العراق، وهذه الميزانية بحسب ما راحتها خبراء اقتصاديون أنها تغطي احتياجات 4 دول؟ نعم، تحية لك دكتور سمير ولضيفك الكريم في الاستوديو. بالفعل نعم صحيح، يعني موازنة 2019 هي موازنة التوازنات السياسية، وحسب ما جرى من توافقات ما بين الأحزاب، بمعنى أن العملية وضع هذه الموازنة يعني كان غير مجدي وغير اقتصادي من أول بدايته، من أول المسودات التي بدأنا بها إلى حد ما ظهرت الموازنة بشكلها الأخير وأقرت من المسلمات في الأسبوع الماضي. بمعنى أننا، وأنا أؤيد ضيفك في الاستوديو على ما ذكر، حيث أنه النفقات الجارية التي نحن بصددها هي عبارة عن 84 مليار دولار في هذه الموازنة، موازنة 2019. بالمقابل فإن الاستثمارات حققت أو وضع لها نصيب 28 مليار دولار. يعني بمعنى احنا هنا مقابل موازنة تأخذ كل اهتمامها للنفقات بكل ما مشمولة النفقات، كلمة النفقات من رواتب وأجور وتقاعد إلى آخره، وتضع جزء بسيط للنفقات الاستثمارية. لو رجعنا إلى موازنة وقارناها بموازنة 2018، موازنة 2018 كانت حوالي 90 مليار الموازنة، ولكن كان هنالك نسبة محققة إلى الاستثمار 24 مليار دولار، يعني حتى ولو أنه لم يتضح منها شيئا، ولكن هذا كما ورد في موازنة 2018. طيب احنا الآن لو قارناها بين الرقمين 24 مليار دولار في 90 مليار كانت الموازنة كإيرادات وإلى آخره في 2018، وبين موازنة 2019 اللي هي 112 مليار دولار ولكن ما خصص للاستثمار 28 مليار دولار فقط. يعني بمعنى أننا هنا أمام مشكلة كبيرة جدا، يعني
أننا سنفكر في هذه السنة كلها بكيفية أن ندفع رواتب وأجور دون النظر إلى ما هي المشاريع التي سنقوم بعملها أو ما هو عدد الوظائف التي يمكن أن نعمل على خلقها، وبالتالي نستطيع أن نقضي على البطالة في سوق العمل. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني الإنفاق هذا المتزايد في موازنة 2019 يثير الشبهة. يعني حتى في التقارير الدولية تم ذكر هذه الأرقام، وتم ذكر أنه عن العام الماضي هي تزيد عن 15%، وعن الأعوام السابقة هي تزيد عن 27%، وهذا ما أعنيه بالنسبة للنفقات الجارية بشكل عام. إذن لماذا هذا الازدياد؟ وبالمقابل لم نشهد هنالك عملية خلق للوظائف أو رقم محدد، لكننا شهدنا بعض الأرقام هنا وهناك لمجاميع مثلا الحج الشعبي على سبيل المثال والحج العشائري، ولكن أيضا لم يكن هنالك رقم محدد لهم. نعم، أرحب بالأستاذ صباح العلو الباحث في الشأن العراقي. أستاذ صباح، يعني الكثير من الخبراء الاقتصاديين ويعني حذروا من أن هذه الموازنة هي موازنة ترضية سياسية لإرضاء طرف سياسي وطرف آخر، وتكبيل العراق بمديونية خارجية كبيرة. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ تحية لكم أعزائي من خلال قناتكم المهتمة بالشأن العراقي بشكل واضح المعالي. أن الموازنات جميعا منذ 2003 ولغاية الآن هناك حالة من السيطرة للقوى السياسية المتنفذة والتوافقات السياسية التي تضع مصالحها أولا، ثم بعد ذلك العمل على التخصيصات الخاصة بالجوانب الأخرى الاستثمارية أو الخدمية أو التنمية أو غير ذلك. ولذلك نلاحظ هناك فشل كبير جدا في عمليات إقرار الموازنات جميعا منذ 2003 ولغاية اليوم، رغم التصاعد الكبير في قيمة الموازنات خصوصا منذ 2010 ولغاية اليوم. لم يحصل أي شكل من أشكال التطور في جانب الخدمات أو في جانب خدمة المشاريع الإنتاجية التي تعمل بحد ذاتها على تخفيض قيمة الموازنة التشغيلية مقابل الموازنات الاستثمارية، ونحن بالعكس نسير تزداد قيمة الموازنات التشغيلية كل عام على حساب الموازنات الخاصة بإنجاز المشاريع أو المشاريع الخدمية أو الاستثمارية، ويؤدي ذلك إلى طلب القروض سواء خارجيا أو داخليا، مما أدى إلى تحميل العراق مبالغ كبيرة خلال 15 سنة الماضية. قدرت المديونية الرسمية السيادية للعراق بحدود حوالي 62 مليار دولار في مصادر خارجية، وقدرت بحدود حوالي 55 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية داخل العراق. ولذلك نلاحظ حتى التعديلات التي تعمل القوى السياسية على تعديلها في موازنة 2019 لا تدلل أن هناك قوى تعمل في إدارة البلد بالاتجاه السليم والصحيح. ولذلك نلاحظ هناك ملاحظات كثيرة من قبل النواب ومن قبل الكثير من يتواجد في مجلس النواب، وبدءا بالسيدة ماجدة التميمي، تؤكد على أنه لا يجوز الاستمرار في إقرار الموازنات دون معرفة أبواب الصرف الفعلي لها. أي بمعنى ليست فقط ختاميات، الختاميات تقدم من قبل الإدارات المالية ووزارة المالية وغيرها، ولكن مصادر الصرف أين؟ هذا جانب يدلل
على عمق الفساد المالي والإداري في العراق، ولذلك جاءت موازنة 2019 مخيبة للآمال، علما بأن تحدثت قبلي السيدة النائبة حقيقة أن هناك زيادة مضاعفة للتخصيصات الأمنية والوزارات الأمنية الدفاعية وغيرها، ونحن نعمل على حاليا على طرد داعش. نعم. تمت عمليات. ابقى معي أستاذ صباح. أستاذ صباح لو سمحت ابقى معي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني بطبيعة الحال كل بلد له وزارة تخطيط تقوم بوضع الخطط وتنفيذ هذه الخطط، هذه الخطط تكون يا إما خمسية يا إما كل 10 سنوات يا إما أكثر. هناك دول فيها خطط لمدة 100 سنة، تصور. ولكن في العراق هنا على سبيل المثال ميزانيات بهذا القدر وهذه الضخامة، يعني ميزانيات وصفت بالانفجارية، 112 مليار دولار، يعني ألا تستحق أن يخطط لها؟ ألا تستحق أن يكون هناك يعني ازدياد في نسبة الميزانيات الاستثمارية مثل ما تحدث الأستاذ صباح علو، تزداد نسبة الموازنات التشغيلية دائما في كل سنة، على في كل سنة طبعا تزداد على نسبة الموازنات الاستثمارية، ليس هناك ذكر لأي للقطاع العام، لقطاع التعليم، قطاع الصحة، الخدمات. السؤال هنا يعني هل الحكومة يعني هل هي تتسلى بهذه الجحافل التي تتجحفل من أجل المطالبة بفرص العمل؟ هل يعني مستمتعة بهذا بأنها تتفرج على هؤلاء وهم يطالبون بفرص العمل ولا مجيب؟ يعني كيف نفسر زيادة نسبة الموازنات التشغيلية في كل سنة على حساب الموازنات الاستثمارية؟ ليس يعني هناك معامل مصانع؟ والله يا أخي أنا أرى أن يعني من مراقبتنا للي يجري في العراق، أنا أرى أنه من الترف الفكري أن نناقش ما هي الخطط التي تقوم بها الحكومة العراقية لتنفيذها خلال سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات. يعني من العبث أن نتوقع من مثل هكذا نظام سياسي أن تكون له خطط مدروسة ويتم تنفيذها ثم تقييم ما تم من إنجازه من هذه الخطط، وبالتالي يعني البلد يعيش في حالة فوضى، بل أن مفهوم الدولة من الصعب أن تجده في الدولة العراقية الحالية، إنما هي يعني مجرد يعني أحزاب مستوى تنظيمها لا يختلف عن مستوى العصابات، تتقاسم موارد العراق التي اختزلت تماما في التصدير للنفط الخام، وتم يعني حجب كل الموارد الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى إلى مرحلة الصفر يعني. وهذا يعني أنا أتوقع هي خطط مرسومة من الدولة الجار السوء في إيران، من تحويل الشعب العراقي إلى شعب استهلاكي لا يعيش إلا على تصدير النفط، حال وحال أي بلد صحراوي لا يمتلك لا من الماء ولا الأرض الصالحة للزراعة ولا الكفاءات العلمية التي ممكن أن تنتج صناعة، حال العراق سيكون حالة من حال هكذا بلدان. والحقيقة أن العراق يتمتع بموارد يعني بغض النظر عن موارده البشرية من كفاءات في الشعب العراقي، هو بلد غني بأرضه ومياهه وثرواته المعدنية. ما نلاحظ الآن يعني في هذا الميزانيات التي يعني كل سنة يكون هناك يعني فاجعات كبرى تحدث فيها، لو نلاحظ الميزانية 2018 كان نسبة العجز هي 11 مليار دولار، أما نسبة العجز في هذه السنة أصبحت 23 مليار دولار. من أين ستسدد الحكومة العراقية نسبة العجز هذا؟ عندما سئل المسؤولون عن كيفية تسديدكم لهذا العجز في الميزانية قالوا وبسذاجة كبيرة أنه نحن افترضنا أن سعر البرميل هو 56 دولار للبرميل الواحد، ولكن إذا ارتفع سعر البرميل سوف يغطي هذا العجز. ومن أين لكم الضمانات
بأن البرميل سيرتفع إلى سعر أعلى مما هو حاليا. طيب. يعني كأنما دولة يعني على قول المثل الشعبي تضرب بالتخت رمل، يعني هل هي على الحظ هذه الخطط التي جبتموها في الموازنة العراقية؟ طيب، كيف يمكن أن تكون هذه الموازنة موازنة ترضية يعني اعتمدت طريقة الإنفاق العام لإرضاء طرف وآخر لأجل مكاسب سياسية على حساب الثروة العراقية؟ يعني صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، يعني منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى الآن كيف ينظر إلى قضية العجز في المديونية الخارجية؟ يعني هذا الموقف صندوق النقد الدولي جاء على لسان نائب رئيس الصندوق الدولي بشكل صريح وعلني، قال أن العراق إذا استمر في هذا المنوال من المديونية وتزديد العجز من خلال الاستقراض يعني مرة تلو الأخرى سيصل إلى مرحلة أنه في سنة 2022 سيكون العراق يجب عليه أن يسدد 60% من وارداته النفطية كاستحقاقات للديون ولفوائد الديون، وبالتالي هل تتخيل مدى الأزمة الاقتصادية التي سيدخلها البلد؟ 60% من الموارد النفطية والتي هي أكثر من 90% من واردات العراق هي معتمدة على النفط ستذهب إلى الفوائد وإلى يعني القروض، بل إن هذه الموازنة الحالية هي تم تغطيتها ب 14 مليار دولار كقروض، بينما هل تعلم أخي هو يجب عليها أن يسدد 12 مليار إلى البنك الدولي وغيرها من البنوك الأجنبية، يعني ما هو الفارق 2 مليار؟ وهكذا سندخل في دوامة من القروض وتزديد القروض، وبالتالي المواطن والمواطن هو الخسران. أنا يعني أستغرب أن هذه الحكومة قد وعدت الشعب البصراوي والمدن التي ثارت على من أجل مستحقاتها ومن أجل يعني فرص العمل وتحسين الحالة الاجتماعية، كيف سيوفون بتلك الوعود؟ هل الآن هم لا يستطيعون، يعني لا توجد خطط استثمارية لاستيعاب البطالة، لا توجد يعني خطط ل يعني امتصاص هذا الكم الهائل من الشباب العراقي العاطل عن العمل؟ يعني نسبة الشباب الذي هم في يعني سن العمل تبلغ أكثر من 60% من الشعب العراقي، كيف سيتم امتصاص هذه الأعداد الضخمة من البطالة؟ لنحول هذا السؤال للأستاذة الدكتورة هداب الكبيسي. دكتورة هداب، يعني تحذير حتى من نائب مدير صندوق النقد الدولي من أن العراق سيكون مديوناً كمديونية خارجية بأكثر من 60% من وارداته في الميزانية، في هذه الحالة يعني هذا الاسترضاع من قبل الحكومة للمواطنين المطالبين بالحقوق هل هو ضحك على الذقون؟ هل هو انقطاع عن العالم؟ يعني كيف تصفين ذلك؟ يعني أولا في البداية الحكومة لحد الآن لم تتخذ خطوات صحيحة وخطوات عملية للقضاء على البطالة، هذا جانب. جانب آخر أننا لو رجعنا إلى هذا الدين وما يشكله من الناتج المحلي الإجمالي في العراق كان بال 2017 66%، وكان المسؤولين في العراق يحاولون أنه مع صندوق النقد الدولي تخفيضه إلى 33. اكملنا سنة 2018 وصل هذا الدين حوالي 59، هذا ما استطعنا تخفيضه، الدين بشكل عام من الناتج المحلي الإجمالي. إذن احنا بالبداية لازلنا في مشكلة كبيرة بما موجود عندنا من ديون ومتحققة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا جانب. جانب آخر أن إيرادات العراق مهما ازدادت لا نجد هنالك مجيب أو لا نجد أن هنالك أي تغيير في السياسة الاقتصادية. حسب أرقام دولية ظهرت قبل أيام أشارت إلى أن العراق حصل أو حقق إيراد في نهاية 2018 مجموع الإيرادات ككل 197 مليار دولار. وأشارت أيضا في خضم هذا التقرير الدولي أنه العراق مقبل على زيادة أكثر، في 2019 سيحقق 250 مليار دولار وفي 2022 سيحقق 284 مليار دولار. نحن هنا أمام أرقام مهولة، ولكننا
لم نستطع ولا الآن استطعنا أن نرى أو نشاهد بأم عيننا هنالك تغير أو تغيير من شمال العراق إلى جنوبه، بمعنى لا زلنا نعاني من بطالة، لا زالت هنالك مشاكل كثيرة، لا زالت الجنوب هنالك تظاهرات بشأن عدم حصولهم على المياه وبشأن عدم حصولهم على الوظائف إلى آخره. أيضا هنالك نقطة أخرى، إحنا كدولة ريعية نعتمد على إنتاج النفط بالدرجة الأساس ويحقق نسبة كبيرة في الموازنة قد تصل إلى 90%. هنالك إجراء يجب أن يعمل على تطبيق العراق وتم الأخذ به في 1 كانون ثاني 2019 هو تخفيض إنتاج النفط بمقدار 140 ألف برميل يوميا. هذا ما اتفقت عليه أوبك وهذه هي خصة العراق من التخفيض. وعندنا السعر اللي هو كان متفق عليه 56، الآن نحن نبيع ب 53. إذا هنالك معادلة سعرية غير واضحة وكذلك إنتاجية، لأن عندنا متغيرين سواء الإنتاج أو الأسعار قد تغيرا في بداية أول السنة، وبالتالي الموازنة ما استندت عليه هنا سيكون لدينا مشكلة كبيرة، لأن الموازنة لا تأخذ بنظر اعتبار مشاهد أخرى. حاولنا أن يعني نحل هذه المشكلة، قد ينخفض سعر النفط أكثر ولكنه سوف لن يتجاوز أرقام غير منطقية أو غير معقولة، أي بمعنى سوف لن يتجاوز أكثر من 60 إلى 70، وبالتالي نحن نعلم دائما أن العراق يبيع أقل من هذه الأرقام، لأن هذه حسب النفوذ ونوعياتها. إذا هنا مجموعة مشاكل نحن في خضمها، ولكن المشرع لم يضع لها حل ولم يفكر في أنه ما هو المشاكل التي ستجابها. هناك أفكار تشير إلى أنه زيادة الإنتاج، نعم قد يزداد الإنتاج ولكن ما جدوى زيادته الإنتاج النفطي بدون أن يكون هنالك استفادة منه في السوق، وبالتالي نحن بمقدار محدد حسب حصص أوبك. إذا إحنا أي زيادة ستأتي تكون في السوق النفطية، يعني هذا إذا لو كان إجراء رسميا، أما إذا كان إجراء غير رسمي فهذا بحث آخر. إذا أرقام كثيرة سوف تكون خارجة من هذه الموازنة، وبالتالي لذلك شاهدنا أن الأرقام التي أظهرتها بعض التقارير الدولية قبل أيام أشارت إلى أن العراق سيحقق في 2019 250 مليار دولار. نعم أستاذة صباح علو، الميزانية بطبيعة الحال شكلت ميزانية عام 2019 شكلت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي، وتعد من أكبر الميزانيات في تاريخ العراق. ولكن من المستفيد من إبقاء العراق معتمدا في وارداته على النفط من خلال صادرات النفط بنسبة 89% في كل سنة؟ يعني ميزانية العراق ميزانيات ريعية معتمدة على النفط فقط، من المستفيد من جعل العراق مكبلا فقط في صادرات النفط؟ المستفيد الرئيسي حقيقة يتمثل بالدرجة الأساسية القوى التي تتحكم بمصدر القرار في العراق، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو التنموي أو الاجتماعي أو غيرها. وكما قال ضيفكم الكريم أن التدخل الإيراني في الشأن العراقي واضح المعالم في إدارة مصدر القرار ومنها الموازنة، حيث 2016-2017 كنا نعمل على طرد داعش والإرهاب من العراق. انخفضت بشكل كبير جدا العمليات العسكرية في بداية 2019، نلاحظ حاليا بشكل يدلل على أن هناك شكل من أشكال الاستقرار الأمني سواء إقليميا أو عراقيا. ولكن لو نأتي إلى الموازنة نلاحظ أن التخفيضات الوزارات الأمنية والهيئات الخاصة والرئاسات الثلاث
دعم تضخمت بشكل اكبر مما كانت عليه في 2018 او 2014 او غيره. لماذا ونحن نتجه ببرامج لاعاده اعمار المناطق المدمره في العراق؟ لو ناتي الى تخطيطات الموصل في 2013 ونقارنها بالتخطيطات الموجوده في مواصله 2017 لا تتناسب والدمار الموجود بشكل كبير جدا. ناخذ مثال بسيط على ذلك، تخطيطات وزاره التربيه 2014 كانت تقدر بحدود 4.3 مليار دولار، اما 2017 لا تزيد عن 1.7 مليار دولار، والعراق بحاجة إلى أكثر من 20,000 مدرسة كمباني، حيث نعلم أن يرفد المدارس العراقية سنويا بين 300,000 إلى 400,000 طفل في المدارس الابتدائية. إذا نحن في كارثة في عملية التخطيط لتدمير البنية التحتية على كل الصعد، ومنها التعليم والصحة وغير ذلك. لو نقارن تخطيطات المحافظات المدمرة مقارنة بتخطيطات الرئاسات الثلاث، تكون الرئاسات الثلاث مخصص لها بحدود حوالي 3.5 مليار دولار، ولو تجمع المحافظات المدمرة لا تساوي أكثر من 3 مليار دولار. إذا نحن في كارثة سياسية حقيقية لا تقبل على بناء عراق جديد، عراق يحلم به المواطن. وكما قال السيدة قبلي، ليس هناك أي شكل من أشكال البرامج الخاصة بتخفيض نسب البطالة ونسب الفقر، بل بالعكس تزداد الموازنات تخفيضاتها، وبنفس الوقت تزداد البطالة يزداد نسب الفقر وتزداد حالات التشرذم وانخفاض مستوى الصحة الأولية وغير ذلك. أستاذ نظير، يعني هناك تحذيرات من أن هذه الموازنة مبنية على سعر برميل ثابت محدد ب 56 دولار للبرميل، ولكن ما الضمان؟ طبعا هناك تكهنات أو اعتمادات على أنه ربما يرتفع سعر النفط وبذلك ينتعش الاقتصاد العراقي. ماذا لو انخفض سعر برميل النفط؟ يعني هل يجوز للحكومة أن تبني مستقبل العراق أو اقتصاد العراق على أساس أنه احتمال ترتفع أسعار النفط؟ يعني أنا أستغرب من حكومة يعني تبني موازنة اقتصادية على أمل أن سعر البرميل النفط لا يتجاوز الحد الأدنى الذي حددوه ب 56 دولار. لكن السوق النفطي يا أخي، يعني مجرد أنه حدث انقلاب في بلد ما ارتفع النفط، حدث اكتشاف نفطي جديد انخفض سعر البرميل. يعني هم يخططون أنه بهذا السعر يجب أن يصدروا يوميا 4,900,000 برميل يوميا تقريبا. طيب، ما الذي يعني يضمن أنه لديكم القدرة على تصدير مثل هكذا رقم؟ يعني البلد ليس آمن لحد الآن، يعني لربما عملية تخريب لأحد الأنابيب سيخفض هذا الرقم. يعني كيف يفكرون بأن موازنة بلد كامل هي معتمدة على تصدير النفط وعلى سعر محدد وثابت؟ والشيء يعني الذي يعني ما لا أعرف كيف أصف لك شعوري، يعني شيء مؤلم أن في كل هذا الدمار الذي يحدث تجد ميزانية، كما أشار ضيفك الكريم، ميزانية يعني الرئاسات ميزانيات كبيرة جدا. لنأخذ مثال على مكتب عادل عبد المهدي الذي روجوا له بأنه هو الخبير الاقتصادي الذي سيكون المنقذ للاقتصاد العراقي.
مكتب عادل عبد المهدي فقط الرواتب 128 مليون دولار، وأنا أتكلم بالدولار لأني إذا تكلمت بالدينار العراقي ستكون الأرقام مرعبة يعني حقيقة. ويوجد هناك شيء لهذا المكتب يسمى بالمنافع الاجتماعية، ولا أعرف ماذا يعني يقصدون فيها هذه المنافع الاجتماعية. هل تعلم كم المبلغ الذي مخصص له؟ مخصص له 420 مليون دولار، بمعنى ما يقارب نصف مليار دولار، يعني أرقام مرعبة. هذه منافع اجتماعية يعني ربما يتصدق يعني بها على الفقراء. هذه المنافع الاجتماعية للنازحين مثلا أم مستحيل؟ هاي ربما يعني تصرف لجيبه أو لشراء الذمم والبقاء أطول فترة ممكنة في منصبه. وعلى هذه المنوال يعني هذه الموازنة أصبحت هي مجرد عبارة عن قسمة ما بين الأحزاب. يعني هل تعلم أخي الكتل الكردية أو إقليم كردستان حصل نفس النسبة السابقة ما قبل تخفيضها من قبل العبادي، يعني أصبحوا الآن يحصلون على 17%. هذا ماذا ضمن لعادل عبد المهدي؟ ضمن الولاء الكردي لدعم حكومته، يعني معناها هي صفقات سياسية وليس إلا. هذا على حساب من؟ على حساب المدن المدمرة في من جراء الإرهاب، وعلى حساب المدن الجنوب التي تتظاهر يوميا من أجل الماء الصالح للشرب يعني في أدنى حدوده. تتوقع أن تزداد وتيرة التظاهرات المطالبة بفرص العمل؟ أنا متأكد يعني الشيء هذا، يعني أنا من خلال البرنامج أخاطب الشعب العراقي الذي تظاهر يعني في طيلة الأشهر السابقة. ماذا سيجنون من هذه الحكومة؟ ماذا سيجنون خلال هذه الموازنة لأول سنة من هذه الحكومة يعني ذات العاهات؟ يعني المواطن العراقي خرج من أجل يعني كسب العمل، يعني فرصة العمل، ومن أجل الخدمات. ماذا ستقدم له الحكومة في ظل هكذا موازنة؟ لا يوجد فرص عمل جديدة إلا شيء له دلالة، إنه في هذه الموازنة تم منح الحج الشعبي أكثر من 6500 فرصة وظيفية. طبعا هذا المعلن، ربما الغير معلن ربما الرقم أكبر. هذا ماذا يعني؟ أنه الشباب بدلا أن توفر لهم فرص في المعامل، في المصانع، في وظائف الحكومة المدنية، هم يفتحون لهم باب التجنيد فقط، تجنيد في داخل الميليشيات. هذا ما يريده من الشباب العراقي، تجنيدهم لصالح أجندة هي بالأساس أجندة إيرانية وليست أجندة عراقية. ماذا لو كانت الميزانية مثلا، والسؤال موجه إلى الدكتورة الأستاذة غداب الكبيسي الخبيرة الاقتصادية. أستاذة غداب، ماذا لو كانت الميزانية ليست بهذا الرقم؟ يعني لنفترض أن الميزانية 10 مليار دولار وليس 112 مليار دولار، برأيك هل ستحل مشكلة العراق؟ نعم، لا بالتأكيد يعني ما راح تنحل مشكلة العراق، لأنه عندنا نقطة أساسية اللي هي التوازنات السياسية والتوافق الجاري ما بين الأحزاب، وبالتالي هو كل النزاع يجري على وضع الموازنة ووضع الأرقام المحددة إلها. يعني تقرير أشار تقرير أجنبي دولي قبل يومين إلى نقطة أساسية مهمة، أشار إلى أن قيمة الفترة دولار التي ستحصل عليها البصرة سيكون على الأساس اللي كما نعرفها اللي هي 5% أو 5 دولار لكل برميل، هي ستحصل على 480 مليون دولار من هذه العملية. وبالمقابل أيضا أشار التقرير أن الكرد حصلوا على 8 مليارات و100 مليون دولار قيمة الرواتب، والرواتب اللي تخص ايضا من ضمنها الكشمركه. وبالتالي انه هذين الرقمين، عندنا محافظه بصره اللي هي محافظه اكبر محافظه منتجه واللي هي سله العراق النفطيه، وبالتالي راح يصلها 480 مليون دولار، وهي بحاجه امثل حاجه الى خلق وظائف والى قيام بنى تحتيه والى تاسيس مشاريع كثيره والى اخره. وبالمقابل عندنا هذا الرقم اللي هو 8 مليار دولار للكورد كرواتب وإجور، وبالتالي سترتفع الموازنة من كونها موازنة هي محددة كما احنا نعلم انها ب 12 فاصلة 67%
إلى حد 20%، هذه هي موازنة الأكراد. وبالتالي كما أشير هذا التقرير أن بلقاء مع الأخوة الكرد في البرلمان أشاروا إلى أنه أكبر إنجاز عظيم تم تحقيقه هذه السنة في هذه الموازنة من قبل الكرد بتحصيلهم ما استطاعوا أن يحصلوا عليه من هذه الأرقام. ولكن بالمقابل أشاروا أيضا في الموازنة طلبوا أيضا من الكرد بأنه أن يتم تقديم 250 ألف برميل من النفط إلى الحكومة في بغداد، وأيضا إلى تقديم الفواتير من 2004 إلى 2018، ولكن البرلمانيون الكرد لم يوافقوا على هذين الشرطين، وبالتالي صارت الموازنة على ما هي عليه دون الأخذ بهذين الشرطين ودون توضيح الأمور كيف ستؤول إليه إلى نهاية السنة ضمن ما جرى في هذه الموازنة. نعم. أستاذ صباح علو، من وجهة نظرك يعني ما الحل للأزمة الاقتصادية في العراق؟ هل بضخامة الميزانيات أم يعني مقاومة حيتان الفساد وهو أمر غير ممكن بسبب الدعم الخارجي والدولي بحسب ما يرى محللون سياسيون؟ إذا ما الحل من وجهة نظرك؟ حقيقة ما 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 يعيشه الإيران من أزمة اقتصادية هي بالأحرى أزمة سياسية في عملية بناء الدولة العراقية منذ 2003 ولغاية الآن. يعني القوى السياسية الحاكمة منذ 2003 ولغاية الآن لم تتغير، بل أخذت أشكالاً وتشكل نفسها وفق المتغيرات الإقليمية والدولية والداخلية بالعراق. ولذلك نلاحظ ازداد الفساد، أو بالأحرى أصبح الفساد شكلا مشرعنا بحيث لا يستطيع المواطن أن يتعامل مع الدولة، مع الحكومة بالدرجة الأساسية اللي هي تعتبر منتخبة من صندوق الانتخاب في البرلمان، لا يستطيع التعامل معها إلا من خلال ما تم إقراره وشرعنته من فساد. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى عملية التغيير السياسي الحقيقية، بدءاً من قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وكذلك أيضاً عملية وطريقة تشكيل الحكومة بعيداً عن الكتل السياسية المتنفذة. وهذا في اعتقادي ليس سهلاً، ولكن من السهولة جداً إذا ما تمت عملية وجود نشاط سياسي حقيقي في الشارع العراقي يعمل على رفض كل شكل من أشكال السياسة المهيمنة من قبل هذه الأحزاب، و اطلعت جميع القوى والمنظمات العراقية في المجتمع المدني والسيارات الديمقراطية وغيرها على عمق الفساد الموجود في إدارة الدولة العراقية. نحن بحاجة إلى عملية تغيير سياسي حقيقي يعطي الإمكانية وصولا إلى عمليات إزالة كل أشكال الأزمات، ومنها الأزمة الاقتصادية التي نعيشها والمالية التي أدت إلى عملية تدمير للبنية التحتية بدءا من العقل الإنساني للعراقي، والذي يتشبث في الظرف الحالي يتشبث في وجود بنية سليمة صحيحة للعيش فقط، ماء، كهرباء، سكن، أرض، أي نوع من أنواع الطموح في اللحاق فيما يحصل بالعالم غير موجود بالعراق حقيقة من خلال نشاط وإدارة الفاشلة للقوى السياسية الموجودة بالعراق. أخيرا أستاذ نظير، لابد من حلول سياسية للنهوض بواقع العراقي ككل، بالواقع الاقتصادي، بالواقع الاجتماعي، حتى بالواقع البيئي. يعني هنا ردة فعل الشعب العراقي تجاه ما يجري، يعني في كل سنة ميزانية ضخمة، ولكن سوء في الخدمات، سوء في الوضع الأمني، سوء في كل شيء. يعني أصبح العراق وكأنما هو
يدير الصراع حروب لمصالح دولية. من وجهة نظرك الآن كيف سيكون رد فعل الشعب العراقي إذا ما أدرك واستوعب حجم المشكلة؟ يعني أما فيما يخص الشطر الأول من سؤالك، يعني ما هو الحل؟ يعني أنا أقول لك الحل ببساطة، أن هذا النظام السياسي يجب أن ينحى، وإلا أن كل الشرور التي يعاني منها البلد سواء اقتصادية اجتماعية انعدام الأمن هي ناتجة عن يعني هذا النظام السياسي. لكن يعني إذا لم يكن بد من وجوده وهو مدعوم من قبل قوى خارجية، فعلى الأقل أن تتصرف الحكومة كدولة وليست دولة ميليشيات أو دولة يعني دولة عصابات. يجب أن تتصرف كدولة تحافظ على هذا الشعب. أما ما أقوله بالنسبة للموقف يعني أو رد الفعل الشعب العراقي إزاء هذه المآسي، أنا أتوقع يعني لو هذه الحقائق وصلت جميعها إلى الشعب العراقي، لا سيما الشباب العراقي الذي هو الأكثر تضرراً بهذه الميزانية وربما من الميزانيات الأخرى القادمة، أتوقع أنه لن يرضى بهذا الشيء وسيخرج إلى الشوارع متظاهراً في سبيل تحسين حاله، وإلا فهو يعني متجه إلى العدم، متجه إلى البطالة الشديدة، لا يجد ما يستطيع أن يكسب بقوته. وإلا في الخيارات الأخرى خيارات مرعبة، هذا الشاب إذا لم يجد مصدر رزق شريف له سيتجه إلى أمور أخرى، ربما يعني السرقة أو العنف أو المخدرات أو الأبواب المفتوحة له أن يتم تجنيده في الميليشيات. حقيقة نحن يعني في حالة مأساوية، وعلى أكتاف هؤلاء الشباب ربما سيكون التغيير. أنتم الشباب عندما تفكر في مستقبلك لديك ربما 50 سنة لتعيشها، هل سوف تعيشها في شطف العيش أم تريد أن تبني مستقبل آخر جديد لك؟ فمن الضروري على الشباب العراقي أن يقول كلمته وأن يحاول أن يزيح أسباب هذا الفساد وأسباب هذا التردد الاقتصادي المتمثل بالنظام السياسي العراقي الحالي الآن موجود في بغداد. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث العراقي، شكرا لك ضيفي الكريم، وشكرا لك دكتورة هداب الكبيسي الخبيرة الاقتصادية، نشكرك شكرا جزيلا، والشكر أيضا لك أستاذ صباح علو الباحث في الشأن العراقي. مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية في ختام هذه الحلقة وإلى اللقاء.